خلني نبدأ من كردستان. من كردستان. نعم. كردستان أولا هم يعني هو شعبنا وعزيز طبعاً. علينا، وكان إلى دور مشهود في استقبال النازحين، وقياداتهم إلى دور في وحدة العراق بعد 2003 بشكل واضح. صحيح. حصل ما حصل من اجتهادات، ما أريد أدخل بتفاصيلها. ماشي. وهذه الاجتهادات قادت إلى شيء اسمه أزمة. ثم الأزمة أنا أطمئنك وأطمئن الحديثين على وحدة العراق أنها انتهت. طبعا انتهت بتفاهمات تتعلق بالحدود، تتعلق بالمطارات، تتعلق بمشاركة النواب الكرد في مجلس النواب بشكل كبير، بزيارات متبادلة. أنا شخصيا زرت السيد مسعود برزاني بعد الأزمة وبعد القرار، وتعرضت أيضا لانتقاد شديد بهذا الجانب. ورسالتي أنه الذي يجتهد ويخطئ لا ندفعه قدر ما نستطيع حتى حفة الهوية، لا أبدا يعني. نأتيه، لأن من وراء شعب وجمهور ومصلحة ومصالح ودولة، وعليه الآن الأمور جيدة وفي طريقها للحل.